يعني المسار ديال هذه الشركه ولات تتفكر انه يعني تبدا يعني تتكلم شويه شويه على قطاع الفندقي بما ان المقريات والارقام اللي تتبين انه يعني راه هذا القطاع يعني ما بقاش هما كانوا مستثمرين ولا تبان لهم انه يعني راه ما بقاش القطاع هذا. بالتالي حنا كنا كننتظروا ذاك يعني كتنتظر الموت واحد النهار ولكن غادي بشويه بشويه الى درجه انه ما بقيتش كامل كاع تتبان ولا تمشي كتقولي انت الناس اللي يجيو. المهم فاش دسنا المكتب النقابي وصلنا للمكتب كانت الطياره يعني ديك الاسئله اللي كنا كنفرحوا كانت عندنا الاجوبه عندهم. غادي يجي واحد النهار يعني انت غادي تخبروا فعلا بانه راه كاين واحد اللقاء مع ممثلين الشركه وكاين وسيط اللي غادي يكون بين العمال والشركه. لانه الاخوان كيروجوا يعني متعارف عليه ان يعني تيكون فيما كنسمعوا شي ملف ديال يعني العمال ولي باترونا كنتكلموا على يعني الضغط. حنا الحاله ديالنا ما كانش فارقه باش نوضح للاخوان داك الضغط تاع السوفي اللي كيقولوا الناس وداك الشيء راه ما كانش عندنا. حنا اللي جا اقترح علينا انه في اطار يعني بناء على مجموعه من التقارير الماليه ان الوضعيه ديال الفندق راه ما قداش مزيان وصراحة من ناقش الوضع المالي ولكن يعني البنية التحتية ديال الأوتيل يعني خاصة يعني إعادة هيكلة خاصها تقييم يعني باش ترقى إلى ذاك المستوى ديال التصنيف ديال الفندق. المهم كان ذاك اللقاء كان فيه وسيط ديال التحكيم وذاك الوسيط ديال التحكيم يعني تا كدار واحد الاتفاقية ديال واش قابلين أنه يكون وسيط ما بين العمال والشركة. المهم كانت يعني قراءة ديال الوضع ومشينا يعني المقترح ديال أننا نتفاوضوا على أساس حتى هما اقترحوا في الأول شنو اقترحوا إعادة الهيكلة وشنو فيها يعني تخفيض عدد ساعات العمل تقريبا 4 سوايع في النهار مع القرح الثاني هو إعادة انتشار العمال فيما تبقى في الوحدة الفندقية اللي باقي عندهم يعني اللي قبل يخدم ب4 سوايع في النهار راه غادي يبقى وكاين حتى إمكانية أنك تمشي لكوليكا مثلا ولا تمشي لوطيل وحدة. هذا يعني كان طرح تنشوفوه حنا بأنه يعني بالنسبة لنا غير ممكن يعني اللي غتولي تخدم 4 سوايع في النهار راه صافي راه 70% ديال الصالير ديالك مشات أو لا مشيتي مثلا في كوكا ولا طاحت كيمشي لفندق آخر كاين احتمال ديال أنك ما تحملش تبقى ما تخدمش. المهم مشينا للطرح ديال أننا نتفاوضوا أشنو المطلوب أنتم كتقولوا أنه الوطن ما غاديش مزيان يعني غادي تسدان أجي وجلسوا أطار ونتفاوضوا. فعلا كان تفاوض شكون اللي كان تيتفاوض الفندق كانوا فيه جوج شركتين نقابي كاين مكتب نقابي كاين مكتب نقابي تفدا جوج من هاد المكتب النقابي وجوج من هاد المكتب النقابي وجوج مندوبي وزراء يعني كانت واحد المجموعة اللي فيها 6 ناس. كنا كندخلو المفاوضات يعني الشركة تعطي المقترح ديالها وحنا يعني تناقشوا ذاك المقترح وتنحاولوا اننا حاولنا يعني نرفعوا يعني من داك الشيء اللي اقترحوا هما بالفعل توفقنا وكنا واحد الطريقه اللي كنا كنديروا انه كنناقشوا على واحد النقطه وتنخرجوا على هما كنناقشوا عليها. القضيه كان من تقريبا واحد الحاله اللي طاحت يعني شي 3 سنين اللي ما نذكرش بلا بالنسبه لي مش كبيره كانت ما بين 19 مليون حتى 70 مليون يعني هذا أغلبية باش نعطي الإخوان يعني الصورة ديال كينا يعني كان نكمل لكم كانت يعني قلنا للخدامة أنه اللي بالضغط على الميثود التركي ديال الطريقة ديال الاحتساب هذا التعويض قلنا للناس قلنا لهم شوف غتحسبوا للناس وغتخليه غيجي كل واحد من العمال غيدخل عندكم غتعطوه المونبون ديالو بوحدوش دوروا لايس ديال الناس. كان السيد تيدخل تيشوف المونبون ديالو وتيخرج تيقول لك اودي انا راه صافي نسفي الله يسخر. كاين اللي كيقول لك اودي راه كاينه شي حاجه عندي نمشي غير حتى نعاود نروح حتى ناخذ الاخر. المهم كانت حنا كنا 35 واحد. المهم بقاو ثلاثه اللي الشركه اللي احتفظت بهم على اساس الجزء الفوني والتكنيك
واحد الضغط في الفيونس على اساس انه يعني تبقى استمراريه تام ما يمكنش الغادر وتخلي لي شو ديالو تاع لي كذا. وكان واحد جوج الحالات اللي عندي متحيين من ربي الفضل انهم ما قبلوش يعني ما قبلوش بقاو مستمرين في العمل ديالهم.